رمضان كريم. قناة اضحك بدون يسووا حالهم فينا. ما أسيجي يشرب شفت يا مو قولتك بعجبه لحكمات. أنا حكمات أوكي ماجد يلا. صبية حلاوة وقطافة ونظافة وفوق منها بتشتغلي بتطل رزقتك بعجق جبين بعجق جبين. عشان حقي الحلوات ابوسك انا. خد تقبرني ابن عمي. اعطيني مجعد. ليه عيب؟ خلاص بعدين. لك خلاص سكر تمك يخرب بيتك بتاعت ياس العظمه هيك. خلاص دقيقه شوي. اوكي بكيف عليهم الاستاذ فيصل هدول. خمسه. ولك انت ما عندك قلب. تخيل ابنك على اشاره المرور عم يبيع عزكة. ولك انت ما عندك قلب. تخيل ابنك عم يبيع علكه ومحارم ومسكه على شو صرنا صادنا اولنا. الله وكيلك يا امي مثل ما عم اقول لك. سي روقي يا معبود. ما بدك العصبيه والله لعشبك. انا بدي احكي. ايوه يلا ايه لعيونك. نحن فرطوش بخربك. شوف شو يقولوا لها ترفوش بقى. والله نسيتها اقولها والله. بس ياسة نجيبه شو اسمها؟ خلص رح اطمن عليك. سوري. ايمتى وصلت بالسلامه؟ والله اول ما اجتني رمبوت دندهي اللي بتجي هون كثير بتوجعني. خيرتني يا ابني. ها شوف الحلقه الاخيره دكتور. انو حلقه هون احسن شيء ساين فركت قومي هلا نطي هاتي الفنجين قبل ما تبرد الركوه. يلا يا عيب شو منك جايبه فنجان. انا بعرفك عصبيه مشان هيك اتفقت انا وهالشب الحلو نلقى بلكي طلعت حماتي قويه وانا ما قدرت عليها. شو هالمحذر محذر. رمضان كريم. قناة اضحك.